الهدف ديال المؤتمر هو تجديد الأزهزة، دونك هو كما نعاود ناكدها هو ضخ دماء جديده في الأجهزة التقريرية، وقوف على شنو دار شنو خصو يتعمل، خصوصا مع التحول الطاقي اللي كاين، وحنا في قطاع اللي حيوي، قطاع اللي مبيعاته هي المحروقات، هي الغازولين، هي السيبر، هي الديزل. انتم كتعرفوا جميعا بان عده العلامات العالميه كتخلى على الديزل، دونك شنو غنديروا حنا مع السيارات الكهربائيه؟ دونك شنو وجدنا كشركات، شنو وجدنا ك الموارد البشريه باش نواكبوا هذاك التحول. المؤتمر تنعقد في اطار التحديات عن الانتقال الرقمي، الانتقال الطاقي للمغرب، يعني شنو الاستعداد ديالكم انتم كجامعه باش تنخرطوا في هذه العمليه تاع الانتقال الطاقي؟ الاستعداد ديالنا هو كيكون اولا كنمشيو بجوج، كنمشيو ارباب العمل مع الاجراء، دونك التهيئات اللي كاينه هو انه تهيئ الموارد البشريه في لافورماسيون، في التكوين، لان كاينين بزاف ديال الاشخاص اللي مكونين طبعا عندهم تكوين اللي عنده علاقه بالمحروقات اللي نقول القديمه اليوم خصنا يكون عندنا كفاءات اللي يمكن تشتغل في مسائل اخرى اللي هي عندها علاقه بالكهرباء، عندها علاقه بالطاقه المتجدده. استاذ الجامعه الوطنيه لعمال البترول والغاز تعقد اليوم المؤتمر ديال 13، اش تتسناو انتم من هذا المؤتمر؟ ايوا المؤتمر دائما هي فرصه بعد اللقاء والتجديد، اللقاء بين الاعضاء وداك الشيء، ومواجهه من طبيعه الحال التحديات اللي كتواجهنا مع هاد التغيرات والانتقال الطاقي اللي غادي يعرفوا العالم، لان احنا معنيين بطريقه مباشره. المهم في الامر هو بعد البدايه خصنا نكونوا مواكبين، نفاهمينه وعارفين التحديات ديالو باش نقدروا نواجهوه، ويكونوا الملفات ديالنا والمطالب ديالنا كتواكب هذا الانتقال هذا. كاع الاخوان اللي في قطاع البترول بما فيهم اصحاب الغاز والمواد المشابهه ليبريفيون الزيوت، كلهم مجتمعين اليوم هنا بالحضور ديال الكاتب العام وديال المكتب النقابي على صعيد المغرب كله. انتم كمتقاعدين اش تتسناو من المؤتمر؟ احنا كمتقاعدين درنا جمعيه ديالنا وتابعه للنقابه، فهمتي، باش ندافعوا على الحقوق ديالنا، يعني في ما يخص لاميتيال، فيما يخص مثلا الابناء ديالنا، اديبلوم ايغال بريوريتي او لو تريتي، مسائل اخرى سوسيال، يعني خصنا ننتفعوا من الكلوب ديال الدار البيضاء او لا اصطياف مع العائلات في عبر ربوع المملكه.